بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما وعدناكم في الفيديو اللي فات، النهاردة هنتكلم على مستويات الحديث مع الزاد. والعلماء بيسموها وعرفوا ان هي ثلاث مستويات. اول مستوى بنسميه الارهاب الداخلي، ثاني مستوى بنسميه ولكن، ثالث مستوى بنسميه الحديث الايجابي. اول مستوى اللي هو الارهاب الداخلي، اللي هو احنا بنسميها بالبلدي ان ما في ان الانسان ده ما بيعملش شيء غير لما بيحسبها خالص. طب انا عايز اذاكر، طب اذاكر ازاي والتلفزيون عالي؟ لا اصل مش هينفع اذاكر، اصل احنا عندنا ضيوف، اصل انا مش هقدر اذاكر لان انا تعبان، ليا 3 4 ساعات بذاكر وبالتالي انا مش هقدر اركز. انا عايز اتعلم صنعه معينه، لا انا مش هقدر، اصل انا عديت السن اللي ممكن اتعلم فيها الصنعه دي. طب وانا لو اتعلمت الصنعه دي هل هشتغل بيها؟ طب ولو اشتغلت بيها؟ الارهاب الداخلي هو الشيء اللي بيخلينا دايما نحسبها كتير، اللي بيخلينا دايما نبص للعراقيل اللي هي موجوده قدامنا ونحاول ان احنا ما نذللهاش، بالعكس احنا بنكبرها لنفسنا. في بعض الاصدقاء راح معايا احدى الدورات التدريبيه اللي هي خاصه بعمل معين وكانت بتكلف مبلغ كبير. ابتدى من اول يوم حجزنا فيه للدوره دي مع بعض وهو، طب انا المبلغ الكبير اللي هدفعه ده هل انا ضامن ان انا هشتغل؟ طب هل انا ضامن ان انا هكسب المبلغ ده منهم تاني؟ طب ولو ما اشتغلتش يبقى المبلغ ده ضاع عليا؟ تخيلوا حضراتكم ان هذا الشخص لم تعقد له لجنه امتحان بالدوره اللي احنا خدناها حتى الان، على الرغم ان احنا خدنا الدوره دي من 2010. يبقى اذا هو لما صدر لنفسه رسائل سلبيه تحقق هذا الاحساس. طيب المستوى الثاني اللي هو مستوى ولكن، طيب انا هروح اخد الدوره دي لكن مش عارف هل هشتغل ولا ما هشتغلش. طيب انا هروح اتعلم الصنعه دي لكن مش عارف هتعلمها ولا مش هتعلمها. طب انا هقعد اذاكر بس مش عارف هركز ولا مش هركز. طبعا المستوى ده احسن من المستوى اللي قبله، ولكن برضه بيصدر لي مشاكل، برضه بيخليني انا مش واخد الاتجاه السلبي اللي بيمكنني من اني اتعلم او من اني ادرس او من اني اخد دوره تدريبيه واستفاد منها. المستوى الثالث اللي هو افضل المستويات اللي هو المستوى الحديث الايجابي مع الذات. يعني ايه الحديث الايجابي؟ ده انا هقعد اذاكر وان شاء الله ان شاء الله هركز. ايه يعني تشوف التلفزيون عالي؟ انا لو ركزت كويس مش هسمع التلفزيون. لا انا هروح اتعلم الصنعه دي واكيد طالما اتعلمت الصنعه دي واتقنتها اكيد هشتغل. انا هروح اخد الدوره التدريبيه دي وهستفيد من المعلومات اللي فيها واكيد في يوم من الايام المعلومات دي هتفيدني. دول الثلاث مستويات بتوع الحديث للذات. بكده نكون خلصنا فيديو النهارده، وان شاء الله نلتقي بيكم في الفيديو القادم عشان نعرف ازاي نغير الحديث السلبي لنفسنا بحديث ايجابي. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله.